كما ينضم إلينا هاتفيا دكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. ورحب بك يا دكتور معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. دكتور علي، يعني بعد التحية، كيف ترى اهتمام الدولة واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحديد بهذا النوع من المشاريع والمصانع، سواء مصانع الغازات الطبية الغازية أو الكلور أو الكيماويات، وما الذي سيعود علينا كمجتمع مصري بالنفع من هذا النوع من المشاريع أو المصانع؟ خلينا نبدا كلامنا بان احنا بنتحرك نحو قطاع مهم جدا وهو قطاع الصناعه، وازاي ان احنا نقدر ندفع من مساهمته في الاقتصاد المصري بحيث ان احنا نقدر نعتمد بشكل اكبر على القطاعات المنتجه، سواء بتكلم على قطاع الصناعه او طبعا قطاع الزراعه. ده الجزء الاول. الجزء الثاني ازاي ان الدوله بتستثمر بقوه باستثمارات ضخمه في مشروعات متعلقه بشكل واضح ب حياة المواطن. احنا بنتكلم على الغازات الطبيعية، بنتكلم على توفير الأكسجين في العيادات والمستشفيات، وهو جزء هام جدا. الغرض منه طبعا ازاي ان احنا نوصل لمستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، ازاي ان احنا يتكون عندنا طرق نقدر نوجهها للتصدير في ظل يمكن يعني توقعات الدولة بإذن الله ان احنا يمكن بالنسبة للمنتجات الكيماوية والأسمدة ان احنا ممكن نوصل صادراتنا منها في نهاية عام 2019 العام الحالي لما يقدر بحوالي 5 مليار دولار، وبالتالي احنا بنحقق قيمة مضافة كمان من زيادتنا للإنتاج بعد الاكتفاء الذاتي ان انا اوصل لعملية التصدير. اعتقد ده جزء مهم جدا يقدر ان هو ينعكس على سعر صرف الجنيه المصري امام العملات الاخرى. الجزئية الاخرى كمان والمهمة جدا هو ازاي الرئيس بيأكد خلال افتتاحه لهذه المشروعات على ان مش الدولة اللي هتعمل كل حاجة لوحدها، لازم يبقى في قطاع خاص، والقطاع الخاص احنا بنرحب بوجوده واحنا بنديله الفرصة ان هو يبقى موجود، وبنتعامل مع القطاع الخاص بكافة الآليات. يعني ايه؟ يعني عاوز يخش معانا في مشاركة احنا موافقين، لو هنستخدم سوق الأوراق المالية او البورصة وطرح الحكومات حابين برضه القطاع الخاص يخش معانا وحابب. وهذا ما اكده السيد الرئيس عندما قال ان القوات المسلحه عندما تقوم بهذا الدور ليس على حساب القطاع الخاص لكن بمشاركه القطاع الخاص. بالظبط، وده كان خلينا نقول رد على كافه المشككين في هذا الامر، فكره هيمنه الدوله على المشروعات وعدم اعطاء الفرصه للقطاع الخاص، ده يمكن كانت اشاعات واكاذيب بعيده تماما عما يحدث. الدولة بتأكد والرئيس يمكن بيأكد النهارده بمنتهى الصراحة ازاي دعمه لوجود القطاع الخاص وأهمية وجود القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي الاقتصاد المصري، وبالتالي دي رسالة مهمة جدا للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، في ظل إن مصر يمكن الفترة الأخيرة شهدت تطور واضح جدا في مناخ الاستثمار لديها، شايفين تحسن في ممارسه الاعمال، شايفين تحسن في المؤشر التنافسية وغيرها وغيرها من المؤشرات الاقتصاديه الاخرى والشهادات الدوليه الاخرى، وبالتالي الفتره القادمه سوف تشهد باذن الله استثمارات اكبر من جانب القطاع الخاص مع وجود الدولة باستثماراتها ودعمها للاقتصاد. دكتور علي، يعني بشكل سريع وأخيرا، يعني ذكر السيد الرئيس أن هذه الشركات ستدخل البورصة مما سيتيح نوع للشعب المصري والمواطن المصري بالمشاركة وشراء الأسهم، وعلى ناحية أخرى كيف يمكن لهذا النوع من المشاريع أو هذا النوع من المصانع في توفير فرص عمل وتلبية متطلبات المستقبل والشعب المصري؟ احنا بنتكلم على افتتاحات النهارده يمكن توفر باذن الله ما يقرب من حوالي 20,000 فرصه عمل في ظل يمكن تراجع معدلات البطاله وصلت 7.5% متوقعين باذن الله ان يستمر الانخفاض في معدلات البطاله، وده جزء ايجابي جدا. جزئيه ثانيه فكره الطروحات في البورصه يمكن كنا بننتظرها منذ اكثر من عامين تقريبا، لكن كان وضع البورصه وسوق الاوراق الماليه يمكن ما كانش مشجع بشكل كبير ان الحكومه تطرح عديد من الشركات. اعتقد الفتره ديت هي فتره مناسبه نقدر ان احنا نطرح، هيقدر يساعدني على توسيع قاعده الملكيه، هيقدر ان هو يوفر لي التمويل اللازم لتحديث المصانع القائمه او الشركات القائمه والعمل على تطويرها وزياده انتاجها. فرصه مهمه جدا لمشاركه المصريين مع الحكومه لتقديم مستويات اعلى من النمو الاقتصادي في الفتره القادمه باذن الله. وضحت الصوره، اشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.